بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم: من أنواع العبادة الذبح والنذر. تناولنا في الدرس الماضي الجزء الأول من أنواع العبادة وهو الذبح، واليوم سنتناول بإذن الله الجزء الثاني وهو النذر. تعريف النذر: أن يوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه عليه الشرع. إذن النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه عليه الشرع. مثل على النذر: رائع، كأن يقول الشخص: لله علي إذا نجحت في الامتحان صوم يوم، فيكون قد أوجب على نفسه صيام يوم في حال نجاحه في الامتحان. من نذر طاعة لله فماذا عليه؟ جميل، يجب عليه الوفاء بالنذر. استدل على وجوب الوفاء بالنذر. ممتاز، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما حكم النذر لغير الله؟ جميل، لا يجوز، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. تناولنا في درسنا اليوم تعريف النذر، حكم الوفاء بالنذر، أمثلة على النذر.